الرحيم، اهلا بيكم، نورتوني وحلقه جديده من مطبخ ياسمين فاست فود. النهارده هنعمل اكله جديده مبتكره من اختراعي وان شاء الله تعجبكم. مكرونه ايزي ماكس. هنجيب نص كيلو من المكرونه، انا خلطتها مكرونه ريشه والمكرونه الصغيره مع بعض، بحبها اعملها كده بتبقى جميله. بسلقها عادي جدا وبصفيها من ميه السلق طبعا، وبحط لها معلقه ملح ومعلقه فلفل اسود، وبجيب بانيه اللي هو بانيه اطياب اللي هو نص كيلو، وبعد كده برش على المكرونه بتاعتي الملح والفلفل الاسود زي ما قلت لكم. هنقلبه كويس، هنحمر البانيه اطياب في الزيت 3 ارباع تحميره كده عشان ما ينشفش معاكم، وبعدين تقطعوها تقطيعه صغيره مكعبات على حسب ما تحبي. هتجيبي كريمه من كريمه الطهي وهنحطها طبعا في وعاء على نار هاديه، هنضيف عليها جبنه موتزاريلا حوالي ربع كيلو، ونقلب لغايه ما تدوب معانا الجبنه خالص، وهيبقى القوام بتاعي لا هو متماسك ولا هو سائل، هتبقى جميلة جدا. وبعدين هنضيفها للمكرونة بتاعتنا وهيبقى تدينا طعم طبعا جميل جدا. ممكن تضيفي كمان علبة قشطة صغيرة او حوالي 3 معالق من قشطة على الخليط بتاعك، وتحطي طبعا الخليط ده كله على المكرونة وتقلبيهم مع بعض كويس جدا. وبعد كده هنبتدي نضيف مع بعض البانيه اللي قطعناه مكعبات على حسب طبعا الحجم اللي انت عايزاه، هيكون ان شاء الله جميل جدا معاكم في الطعم وهيعجبكم. وممكن كمان تضيفي اضافات تانية اختيارية على حسب ما انت عايزة، زي الكاتشب ممكن تحطيه على الوش، هيديكي مذاق جميل جدا جدا في المكرونة بتاعتك. وبصراحة انا جربتها قبل كده عجبت اولادي جدا جدا، واتمنى ان وصفتي النهاردة تكون عجبتكم وتجربوا مكرونة ايزي ماكس من ابتكار مطبخ ياسمين فاست فود. ما تنسوش تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتي مطبخ ياسمين فاست فود، واستنوني في وصفات تانية كتير.